تؤكد الدراسات العلمية والطبية أنه الإنسان بشكل عام يستطيع البقاء 40 يوم من دون طعام وثلاث أيام من دون مياه، لكن لا يستطيع التوقف عن التنفس أكثر من لحظات أو دقائق قليلة، كما وأنه التنفس غير السليم وغير المتناغم ممكن أنه يؤدي إلى خلل بعملية حصول الجسم على جسم الإنسان طبعا على الأكسجين، وطبعا إلى مشاكل صحية. عن تمارين خاصة بالتنفس نتابع التقرير التالي للزميل توني تو. مرحبا بكم مشاهدينا. وقف منيح وخذ نفس. إليكم التقرير التالي عن النفس. وسيدة عمرها 88 عاما ولا يزال صوتها رنانا. بدك تضل على كل حياتك تعمل الاكزرسيس تبع النفس حتى ما يضعف، خاصة أنا هلا كبيرة بعمل 100 إيست كل يوم. كيف يعني؟ فيك تعمل؟ الإيست هلي تعلمت. النفس كناية عن عملية بتتحرك بين الدماغ والصدر تتفوت هواء على جسمك، تتفوت أكسجين على الدم بالشهية، وبالزفير بتطلع المواد السامة اللي هي الديوكسيد اوف كربون حتى تطلع من جسمك. ومع ألين عون التي دربت كبار المطربات على كيفية استخدام أنفاسهن كماجد الرومي وكارول سماحة، تدربنا على تمرين الحزام الذي علينا أن نضعه تحت القفص الصدري ليساعدنا على معرفة مصدر نفسنا فنتحكم به، وما يسمى تمرين الإيست وتمرين الكلب التعب. كيف بيلوش الكلب؟ طب هيك فسرين اكثر. ليه بمد لسانه؟ فهم ليه بمد لسانه؟ طيب يفتحوا زلعيمه اكثر تيفوت هواء اوام. في التمارين اللي بتعمل ستريتشنج بترخي عضلاتك طبيعي، في التمارين اللي بتقوي عضلات التنفس، تنقوي عضله الصدر المعده والكتاف والظهر تنقوي العضلة نستفيد. ونأخذ نفسا عميقا جديدا مشاهدينا ونمارس تمارين التنفس مع رويدة وعباس. نحن بحاجة لتمارين لنرجع نوعى لطريقة تنفسنا كيف عم بتكون. بعض التمارين كانت تمارين اسمها مراقبة النفس، عم نراقب حالنا كيف عم نتنفس لنعرف كيف نتنفس صح. لما اشوف المرحله النفس كيف عم تدخل على جسمي بقدر اعرف كيف ننظمها اكثر لاوصل للمرحله الصحيحه. تمارين التنفس بتقدر تبني جسد الانسان من خلال الطاقه الحيويه اللي بتتشرج من الهواء من الاسير اللي بتدخل على مراكز الطاقه بالجسم، وبتساعد على خلق خلايا جديده وتنظف الخلايا القديمه ومنها خلايا الفكر. ممكن هذا التمرين اعمله انا باي وقت حاسس عندي ارهاق او تعب. بعمل هذا التمرين مش أكثر من 3 دقائق أو 4 دقائق، بيعمل هذا التوازن. وتبقى الإشارة إلى أن النفس كأي عضلة في جسم الإنسان، إذا لم نمرنها ونعي أهميتها لا نعي أهمية الحياة. في لبنان محط كلام خذ نفس، معصب خذ نفس، بدك ترتاح خذ نفس، بدك تفكر خذ نفس. فلحياة صحية خذ نفسا مشاهدنا. كان معكم توني طوق اليوم على الحرة لبنان.